بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى وأتم التسليم. ثم من بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المشاهدين، من أمام مقر ولاية المنيعة وبعض المستفيدين من الإعانة في احتجاج مواصل لليوم الرابع أو الخامس، والسيد بن مشرح جمال في كلمة حاب يوجهها للسلطات العليا في البلاد، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق. الاتصال هذا راه زعما متواصل، إلى حد جينا الرد من الوزارة، اتصلنا بالسلطات الولائية هنا وعلى رأس الوالي، لحد الآن ما طاتش يتخذ أي قرار. قال لنا القرار بيد الوزير، الوزير راسلو لحد الآن ما جاناش الرد. حنا إلى متى هذا الطماطم؟ أنا نطلب من رئيس الجمهورية أن يسرع لنا الوتيرة. الشباب كل عندهم قرارات الاستفادة، ولحد الآن حتى واحد ما طاق يدي من حتى عود رام اللي عطاها له الدولة الدعم. علاش نطلبوا؟ نطلبوا من كل المستفيدين اللي داين 100 مليون إعانة لازم ليهم يلتحقوا بالاعتصام. هذا واش انا نطلبوا. حنا اليوم الشعب كله راه حاصل في هذه 100 مليون اعتصام سلمي من اجل تحقيق ورفع الغبن على بعض المستفيدين. ما ناس نطلبوا في السكنه، هذه ناس عطاوها 100 مليون، يسمى 100 مليون راه ما تقضي حتى حاجه. هذا اول مطلب. او الوالي قال ما بديش القرار، الى متى نطلبوا؟ حنا نضغطوا على الوالي باش يكلمنا الوزاره ويرجعوا لنا الرد في اقرب وقت. رانا نشوفوا اي ولايات في الشمال كينوض اي مشكل، الوزاره تبعث لجنه، الوزاره تبعث لجنه تحقق في الملف في الموضوع. احنا لحد الان ما بعث لنا لجنه، لا قالوا لنا لا ايه لا والو، لا واش عليكم لا واش ما عليكمش. راه لحد الان والاستفاده ما الاستفاده دروك الناس ما استفادتش منها. هذا وراء المشكل. رانا نطلب لكم من السلطات العليا في البلاد ان يبعثوا لنا لجنه تحقق علينا مع وزير السكن ويشوفوا لنا الامور. والامور مهموله، ماهيش للاعانه. راه الصحه عندنا مهموله بكل شيء، ها ما كان حتى حاجه، التنميه، الشغل، كل الامور راه قاع الامور ضايعه. البلاد ملي طلعت ولايه منتجبه لحد الان ما شافش الضوء، كانت دايره خير من ولايه. ملي جات ولايه لحد الان ما شافش الضوء. رانا نقولوا فيها نعاودوا فيها، لا تنميه، لا تقسيم لوجمار، لا سكنات، لا عمل، لا واش نقول، لا شغل. راه البلاد ضايعه، راه نشوفوا فيها راه رايحه للهاويه. حنا مسيرين في البلاد ما كانوا، الحقيقه غادي نقولوا فيها نعاودوا فيها اليوم. قدوه المسيرين في البلاد واللي عنده غير على البلاد راه ما كان. شكرا، بارك الله فيك. على ورانا تعبنا من هذه روح وارواح تروح للوالي يقول لك الوالي ما راني بعد، راني بعد راسلت انا باقي نفهم الوالي. انا وقت يقول لك راه عندك والي كامل الصلاحيات ومن بعد يقول لك راني راسلت. انا باقي نفهم من راه يراسل. انا ماذا بينا احنا يا خويا الوالي يكون بقراره، عنده قرار. ليه ما عندوش قرار؟ ما عندي ما ندير به. والي ما عندوش قرار واش ندير به؟ لازم قرار، هو يتخذ قرار. هذه قادر يفريها الوالي هنايا يدير قرار يدبرها. لا هنايا ما عندها كاع، لا تقول لها راس الوزاره لا راس. كي تقول له هو انت نعاودوا نرجعوا لك، تقول لك انا مانيش عارف راه مفتوحه. كي داير هذه مفتوحه؟ انا نقعد نهار طول نضيع في صوالحي، روح وارواح روح وارواح كل يوم هنا. ما نحن نقول هذا مش حل. وماذا بينا مش بعد ناخذ حتى الاستفاده نشوف. واش لا هذو هما 10 اللي راهم ولا 20 هذو هما اللي راهم مستفيدين من الاعانات. ماذا بينا كاع اللي راه مستفيد يجي هنا يا خويا طالب حقه. قاعده الناس ساكته، هذا هو السكت اللي خلانا ما الامور تتطهور وخلانا ما يستجبوش للنداء. ماذا بينا نطلب من السلطات يا خويا يدوا لنا حل في اقرب وقت ان شاء الله.